صباح الخير. انا حاسه ان السماء شكلها غريب قوي النهارده، الجو حر على تراب. انا لسه نظفه البلكونه امبارح، بص دلوقتي اتملى التراب. كنت ناشره شويه الغسيل بسرعه، حاسه ان الجو هتمطر مش عارفه. بص عايزه اشارك معاكم حاجه، شايفين البلكونه البيج دي اللي انا هزوم عليها دي؟ انا كل ما اطلع بالليل افتكر ان ده انسان، بس ده انا مش عارفة هو ايه، واتخض كل يوم، لازم اتخض يعني بنسى، فاهمين؟ مش عارفة، هو اعتقد ان دي زرعة، بس هي بص على شكل انسان كأنه نايم كده او حاجة، صح؟ ماشي مش مشكلة. يلا ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم صوصية زيدي. النهاردة بيتكلم عن، مش عارفة بيتكلم عن ايه بالظبط، بس يعني ايه قلت اشارك معاكم تفكيري على الصبح كده. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. طبعا اول ما بصحى لازم اعمل كوبايه الشاي. طبعا انا ممكن بقى اطلع لكم شخصيه مثاليه ان انا اول ما اصحى لازم اكل كرواسو، لازم يعني، لا انا بشرب كوبايه شاي اول ما بصحى. ده طبعا حاجه غلط قوي عشان يعني بيكسر الحديد في الجسم، وانا مش ناقصه اصلا، والله كنت باخد كورس حديد اصلا، بس يعني ايه، عارفين ان انا دماغي ما تشتغلش غير كوبايه الشاي اول ما بصحى كده، لازم كوبايه الشاي اشربها. لا مش كوبايه بقى، دي كوبايه. طيب يا جماعه، انا كنت داخله اغسل وشي عادي زي البني ادمين، اتفاجئت ان انا كنت ناقعه سجاجيد من بالليل، وكنت ناسيه اصلا، يعني صاحيه مروقه دماغي قوي ناسيه ان انا ناقعه سجاجيد، والجو قلب، بس كان لازم اكمل غسيل. فقعدت بقى اغسل واشطف السجاجيد وعملتها. طبعا شايفين شكل المياه كان عامل ازاي، ده بسبب ان السجاجيد ما اتغسلتش 6 شهور بس، وكمان غسلتها ب اللي هو الاريال العادي اليدوي، وبحط عليه كلوريكس. بعد كده بعد ما خلصت شويه حاجات نشرت بس جديد بعد ما نزلت الميه بتاعتها كلها وتصفت، عشان لو انت شربتيها وهي مبلوله ميه اولا بتبقى تقيله، ثانيا هتبهدل السيراميك او البلاط، فمش هينفع، فلازم تتصفى الاول في حته عاليه عن الارض. وشو نشرتها كل شويه بقى اروح اطمن عليها، علشان كنت خايفه قوي ان الهواء يطيرها عشان الجو وحش جدا، كل شويه بقى اشيلها واحطها اشيلها واحطها. فقلت بقى تعالى اوريكم بقى ايه شويه حاجات كده كنت شارياها، كنت يعني هاجل انا اوريها لكم، بس بما ان الروتين باظ والفيديو نصه اتسجل والنص التاني مش هينفع يتسجل اصلا عشان ما عملتش حاجه، فقلت بقى ايه اوريكم الحاجات. يعني بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى، دي اول حاجه اشتريتها، دي اللي هي العليا اللي بتتعلق، العليا اللي هي بتتعلق على البيبان من غير مسامير. اللي عجبني فيها ان هي رفيعه من فوق، فانا عندي الباب جبت قبل كده واحده عريضه الباب ما اتقفلش، فانا لما لقيت دي اخترتها على طول، كانت اخر قطعه هي فيها غلطه اهي، ماشي الغلطه دي خليتها بقت ب15 جنيه، وحلوه كل حاجه شكلها عسول، ف15 جنيه حلوه قوي. دي هعملها بمنوكير ابيض يعني ما فيهاش اي مشكله، يعني ايه مش هتقف عليها يعني. اشتريت بقى المنظم ده، المنظم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن
انت حتى يعرف هو عبارة عن ايه قبل ما افكه؟ طبعا لا، عشان انا قعدت برضه ابص ده ايه. بصوا يا جماعة، استنى، ده عبارة عن منظم كده بيتحط برضه في الباب، بستخدم جوالي الباب، انا جايبه التسريح، كان في منه اسود وابيض، انا نقيت الاسود عشان التسريحة عندي لونها بيج، فقلت ايه عشان يعني ينطق الدنيا يعني. ده بقى بيتعلق من هنا يعني، هحطه في التسريحة من فوق كده او على الباب، وبيتحلق بقى عليه هنا ايه، شنط بقى او اكسسوارات، هدوم، عزيمة، اي حاجة. فبرضه فكرته حلوة ومتين. ده كان ب35 جنيه. وبعد كده بقى اشتريت بتاعت منع الطرطشة. ده انا عندي مشكلة كبيرة قوي، ان انا لما باجي اقلي بطاطس انا الرخامة والبوتاجاز كله بيتبهدل، كل شوية اقعد امسح فيه. فانا جبت منع الطرطشة ده، بس انا مش عارفة بجد هو بيمنع الطرطشة ولا هي اشتغالة. طبعا انا فكرت ان انا احط غطا حلة وخلاص على الطاسة وانا بقلي الحاجة، بس ماما قالت لي ان الغطا هيطر الحاجة يعني مش هتخلي بطاطس ناشفة. فده فيه زي خروم كده عشان هو زي الشبك، شبك. بقول لكم ايه، ما تركزوش في الكاميرا، بقول عشان انا ايه مرهقه شويتي من غسيل السدادين، بس يعني الحمد لله. المهم بقى ايه، اشتريت ده ب10 جنيه، مش غالي. فقولوا لي برضو في التعليقات لو حد استخدمه يقول لي هو منع يعني عمل بجد منع الطرطشه، ولا ده استخدمه اي حاجه تانية بقى، استخدمه منخل دقيق ولا اي حاجه. فايه قولوا لي. وبعد كده بقى اشتريت المنظم ده عشان احطه في الظرف عشان انا بحتاجاه، ولونه بيج يعني ومنقط كده بسيط. استنوا اهو، بايني اهو تنقيطه دي، فشكله حلو يعني. ده كان ب25 جنيه. انا وريتكم في الفيديو اللي فات منه، كنت جايبه اللي هو الابيض ومرسوم عليه اي لاف يو، ده كان ب50 جنيه. ده بقى اللي ب25 جنيه، اهو هو كله كده اصلا. ماشي. بعد كده بقى جبت ده بقى يا جماعة اختراع. ده انت تستخدمي بتطلعي حتة منه يعني، بتطلعي هي 50 بيسة اهي، تمام. بتعملي ايه بقى؟ بتطلعي قطعة منه بس، وبتغسلي بيها المواعين، بتنضفي بيها حوالين البوتاجاز. استنوا انا مش عارفة الموبايل. بصي، بتنضفي البوتاجاز والحمامات، وبتنشفي بيها المواعين. انا بنشف بقى حوالين الحوض بيها، وبتقعد بتمتص الزيت. دي بكام؟ ب17 جنيه ونص، تمام، حلوة قوي وبتعيش يعني، ممكن تقعد معاكي كتير قوي، فهي بتعيش. وبتستخدمي منديل واحد طول اليوم، فبصراحة انا جربته فحلو قوي، بس انا لسه مجربتوش عشان انا عندي لسه، فايه هفكه لما التاني يخلص. هجيب حاجة تانية كده خلاص، تمام كده. انا وريتكم شوية حاجات انا كنت شارياها، ويعني حاجات هتساعدني وحاجات اسعارها حلوة. فلو انت محتاجة حاجات رفايع او كده، يعني بتشتري اللي انت محتاجاه كده. طبعا انا هحطها في المخبأ السري تاني، دي ظرف من ظرف الدولاب المطبخ. انا اي حاجه بشتريها ولسه هفرشها فبحطها هنا علشان ما تعملش زحمه وانساها، يعني ايه ما ضعفش قدام ان انا مثلا احطها او حاجه، لا ببقى مستنيه اكون الحاجات اللي انا عايزه اشتريها. كل بقى لما احوش، كل ما الاقي حاجه مثلا بالصدفه اشتريها. يعني ما تفتكروش يا جماعه ان انا ممكن فجاه كده انزل اشتري حاجات مثلا ب100 جنيه او 200 جنيه على بعضها، مستحيل يعني. فانا بنزل اشتري الحاجات واحده واحده يعني، مره حاجه ب25، مره حاجه ب30، مش عارف ايه، لما بلاقي الحاجه اللي انا محتاجاها بشتريها كده يعني. فمش لازم بشتري كل حاجه مره واحده يعني، عشان ما فيش حد يجي يقول لي انا مش معايا فلوس انا لسه اشتري حاجات. لا، انا ساعات ببقى مثلا معايا 20 جنيه وهنزل اشتري الحاجه اللي ب20 جنيه عادي. وبما ان انا ما عملتش الروتين وما نظفتش اي حاجه في الشقه عشان الجو مليان تراب، انا بتنفس تراب، اكيد كلنا بنتنفس تراب، فمش هينفع انضف الشقه وتبقى تاني يوم تراب، ده هيبقى يعني غباء رسمي يعني. فانا مستنيه بقى ايه الدنيا تهدى وكده، وبعد كده بقى نبقى ننضف بقى ايه ونشوف هنعمل ايه. عملت بقى ايه بقى وانا قاعده، بما ان انا مش هنضف، عملت الكفر ده. دي غرزة اسمها غرزة الجراني، دي اسهل غرزة ممكن تعمليها، اسألي عليها في اليوتيوب، اكتبي غرزة الجراني لو انت عاجباكي يعني، هتظهر لك على طول، وهتلاقي بقى حاجات كتيرة قوي. فانا لبستها في الكرسي ده، وحسيت ان هو شكله عسول يعني، ايه بغير من شكله شوية. طيب يا جماعة، هو المفروض ايه اللي المفروض نعمله لما يجي ننضف عشان رمضان؟ طبعا استعدادات رمضان، فانا هتكلم معاكم وبعد كده بقى ايه هننظم الدنيا.
اول حاجه معاكي ان انت بتشيلي كل الكراكيب اللي في المطبخ وكل الكراكيب اللي في الاوضه، تبداي اوضه اوضه، تبداي اوضه الاطفال الاول عشان دي بتبقى فيها دمار شامل، اي العاب بقى متكسره او العاب بتعور ارميها، اي سجاجيد بقى هتشيليها وتغسليها وهتنضفيها كلها وتلمعيها بقى وتلمعي الشبابيك وتنفضيها والكلام ده. وبعد كده بقى تخش بقى على الاوض التانية، بعد كده بقى تخش على درف المطبخ تطلعي كل حاجه، تشوفي ان انت بتستخدميها تحطيه قريب من ايدك، والحاجات اللي انت مش بتستعمليها نهائيا ممكن تديها لاي حد محتاجها، الكراكيب المتكسره والكلام ده كله هيترمي في الزباله. وحاولي وانت بترمي حاجه في الزباله لو فيها حاجه ازاز او حاجه بلاستيك بتعور، يا ريت تحطيها في منديل او في ورقه علشان عامل النظافه ما يتعورش وما يتفتحش ايديه، فيعني ايه هما مش ناقصيننا. فالمهم ان احنا هنعمل كده، ويعني انا عن نفسي انا حاليا برتب رتبت دولاب واحد اللي جاي يعني في ايدي، وبحط الحاجات اللي انا بستعملها اقرب مني، يعني بحس ان عايزه الحاجه تبقى عمليه بالنسبه لي. فانت هتبداي ان انت ترتبي الدنيا، وبعد كده هتلمعي بقى كل الخشب، الاول هتنفضيه وبعد كده هتلمعي بقى من ملمع الخشب وكذلك الازاز، وبعد كده بقى هتمسحي وبعد كده هتفرشي الحاجات اللي انت عايزه تفرشيها. ويا ريت روتين رمضان او فرش رمضان يعني عموما اول العيد بتفرشيه قبل رمضان او العيد بايام قليله علشان ما يتبهدلش على الفاضي، فاهمين؟ احنا نبقى فرحانين طبعا بالحاجه وفرحانين ان احنا رمضان دخل علينا والعيد كل سنه طيبين، بس الحاجه يعني ايه ما تتفرش قبلها بعشرين يوم مثلا، يعني هتتدرب وهتتبهدل، فاهمين؟ وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. نص روتين تنظيف مش هيعتبر روتين، انا يا جماعه مش مكتوب لي هعمل روتينات نهائيا تنظيف في القناه هنا. بصوا خدوا مني التنظيم، يعني انا بشغل دماغي في حكايه التنظيم دي، او استنوا الفيديوهات الجايه هيبقى فيها حاجات حلوه جدا. وانا نصيحه ليا منكو، عندك كلمه طيبه قولها، ما عندكش تغرس خالص، جاتك البلا في شكلك، مش تفسر انت بتقول لي ايه. نصيحة مني ليكم، هنعمل ايه؟ محدش ينضف شقته خلال الايام اللي بيبقى فيها تراب في الجو، عشان الشقة مش هتنضف، لمعاها كده بسيطة على الاخر عشان بس ما يجيكيش حالة اكتئاب من التراب، ورتبي الدنيا. وزي ما قلت لكم هتفضوا الأرفف وهتعملوا وهتعملوا وهتعملوا، خلوا بقى التنظيف ومنت تمسحي، وكمان علشان تنضفي بقى تنضيف عميق عشان رمضان كل سنة طيبين. خلي لما الدنيا تهدى، وان شاء الله الدنيا هتهدى، واستنوني الفيديوهات الجاية، ويلا باي باي.